Good morning. بدنا نحل اليوم النمبر 18 page 28. عم بيقول لي rank in decreasing order the following numbers. Rank in decreasing order the following numbers. Increasing order اللي أخذناه قبل كنا عم نقول من الصغير للكبير. Decreasing order from من الكبير للصغير يعني greater number to smaller number. فنحن هلا بهول نمبرز بنروح نفتش على اكبر نمبر، يعني ما نشوف حسب النمبرز اوف ديجيتس مين اللي عنده اكثر نمبرز اوف ديجيتس. هون عندي 1 2 3 4 5 6 7 7، هيدا عنده 1 2 3 4 5 6 7 8، عنده 8 هيدا بيستبعده يعني اول واحد. هون 1 2 3 4 5 6 7 هيدا 7، 1 2 3 4 5 6 بيستبعد هيدا وهيدا لحد هلا هيدا النمبر بحسب النمبر اوف ديجيتس اللي له هو الاكبر. هون عندي 6 ديجيتس وهون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بيطلع هيدا اكثر عنده اكثر نمبرز اوف ديجيتس، يعني بيطلع هيدا اكبر نمبر اللي هو 571,342,000. مثل ما شايفين قلبنا السيمبل اللي عندي اياه، لانه هلا بدنا نبلش المفتوحه من جهه الكبير المسكره من جهه الصغير. هذا النمبر خلصنا منه، رجعنا قلنا انه هذا النمبر عنده 8 ديجيتس، يعني بيطلع كمان هو دغري الاكبر منه الاصغر منه دغري، يعني 18,234,576. هلا منروح لعند ال قلنا هون عندها 6 ديجيتس، هون عندي 6 ديجيتس، هون عندي 1 2 3 4 5 6 8 6 7، هون عندي 7 ديجيتس. نعمل كومبيرينج للنمبرز اللي عندهم 7 ديجيتس، هيدا وهيدا. بنبلش فروم ليفت، هون عندي 1 هون عندي 8، دغري باين عندي انه هيدا اكبر فبحطه هون 8,234,576. خلصنا من هيدا، اجباري رح يطلع هيدا عنده لانه الباقيين عندهم 6 ديجيتس، رح يطلع هيدا دغري الاصغر منه اللي هو 1,234,567. من بعده هلا بنعمل كومبير للنمبرز لاثنين نمبرز اللي بقيوا عندي اللي هن عندهم 6 ديجيتس. هون عندي 5 فبنبلش فروم ليفت تو رايت، 5 ب 5 7 مع 7 1 1 2 3، بيطلع هيدا النمبر هو الاكبر، يعني عندي 571,342. واخر شيء بيطلع السمولر نمبر هو او اللاست نمبر هو 571,234. هيدا نمبر 18 page 28.